بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفره واحشره مع النبي والائمه الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، الذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا
والناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگار اللہ کی سورہ قرآنی تلاوت ہو اس دے ثواب درجات و ثنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا محمود فهك محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يا علا بهك علي عليه السلام. يا فطر سماك إمام حسن عليه السلام. يا قديم الإحسان بهك إمام حسين عليه السلام. وبهك ذرية المعصومين عليهم السلام. میرا لال محمد اس مطہر دا واسطے پھر ربوبیت دا واسطے لکھ 20000 پیغمبر دی خدمت نبوت رسالت دا واسطے قطب الہی اسمت دا واسطے شہداء کربلا صحابہ کرام اولیاء کرام دی عصمت دا واسطے میرے اللہ اس میں مبارکہ دی عصمت دا صدقہ جملہ کلام دا ثواب مجلس آزاد دا ثواب جملہ اشیاء دا ثواب اتنی مقدار قرآن خانی کی دی گئی میرے اللہ دعائیں پڑھی گئیں استغفار کی دی گئی اس دا ثواب مرحوم مخصوص بھائی ساجد عباس دے نام اعمال درج فرما مرحوم دے صغیرہ کبیرہ گناہ تو درگزر فرما مرحوم دی قبر نور ولایت آل محمد روشن منور فرما صدقہ مظلوم کربلا دے سفر دا مرحوم دا سفر آخرت بے خطر فرما میرے اللہ چودھ دی عصمت واسطے مرحوم دی قبر نو جنت دے باغات وچ باغ شمار فرما مرحوم دے پسماندگان نو صبر جمیل نے فرما مرحوم دے بچیاں دی عمر دراز فرما میرے اللہ چودھ دی عصمت واسطے جملہ کلام دا ثواب اشیاء و تمام دا ثواب جتنی مقدار وچ میرے اللہ قرآن خانی کی دی گئی اس دا ثواب اس خاندان دے جملہ مرحومین دے نام اعمال درج فرما بالخصوص شہداء ملت جعفریہ جنہ مومنین دے پیچھے فاتحہ پڑھن والا کوئی نہ تمام مرحومین دے نام اعمال درج فرما انہاں دے درجات بلند فرما انہاں نوں شفاعت محمد والے محمد تو مشرف فرما میرے اللہ مقروضین دے قرض غائب وچ ادا فرما مسافرین دے سفر بے خطر فرما بے اولاد مومنین دی جھولیاں اولاد نرینہ نال آباد و شاد فرما بے گناہ قید مومنین نو قید جاری ہے نصیب فرما میرے اللہ سرزمین پاکستان نو ہر قسم دی دہشت گردی تو محفوظ فرما افواج پاکستان دی محافظت فرما بیت المقدس مزارات مقدس دی حفاظت فرما میرے اللہ دنیا دے جس جس کونے کو ماتمی آزاد اور مومن مسلمان آباد ہے ان ہر قسم دی دہشت گردی تو محفوظ فرما امت مسلمہ دی وحدت و قوت نیت فرما اسلام دا بول بالا فرما میرے اللہ سن دنیا تے آل محمد دی زیارت آخرت چ آل محمد دی شفاعت مشرف فرما
ان اللہ چاہتا دی اسمت واسی سے تمام دے مرغومین دی مغفرت فرما انہاں دی قبرت دے اپنی خصوصی رحمت نزول فرما بالخصوص بھئی ساجد عباس دے درجات بلند فرما میرا اللہ انہاں جنت الفردوس سے اندر مقامی لیجی نصیب فرما میرا اللہ اس میں مبارکہ دی اسمت صدقہ وارث خون امام حسین حضرت وقیت اللہ دے ظہور تعجیل فرما گنگار اکھی امام دی زیارت مشرف فرما امام زمان علیہ السلام دے انصارا شمار فرما بے حق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سری تمام حاجات نو اپنے دربار مستجاب فرما رب صلی اللہ علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد